رصاص كبير جدا وخاصة على صعيد محكمة النقد، وكما سمعتم فزيادة قضاة في محكمة النقد قد يؤدي إلى تضارب الاجتهاد. محكمة النقد في جميع الدول لا تصل إليها إلا القضايا الهامة، نحن أي قضية يمكن أن تعرف طريقها إلى النقد. الحل وهو تغيير القانون، وعلى المشرع أن يتدخل لمنع القضايا البسيطة أن تصل إلى محكمة النقد. قضاء النقد هو ليس كقضاء الموضوع، لا بد قاضي النقد عندما يحل بمحكمة النقد لا بد له من سنتين وأكثر ليصبح قاضي النقد بخلاف الموضوع. وبالتالي رغم أن القضاة جلود فقد بذلوا مجهودات كبرى، وكما قلت أنهم حافظوا بل ازداد الإنتاج عن السنة السابقة رغم نقص عدد القضاة. بالنسبة للمحاكم الآن تقريبا تم القضاء على المخلف، وأصبحت في أغلب المحاكم القضاء يبت بسرعة في القضايا المعروضة عليه. مثلا في محكمة النقد كما قلت 73% من القضايا تم البت فيها في أقل من سنة. هذا مجهود لا يوجد دول أخرى. قضاء النقد في العالم كله تبقى القضية رهينة المحكمة 10 و15 سنة. تم اليوم الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019، وما هذا الافتتاح الذي يتم بإذن مولاي بن جلالة الملك ككل سنة، وهذه مناسبة تستعرض فيها السلطة القضائية كما حدث اليوم وكما سيحدث يوم الاثنين في الدوائر الاستئنافية، تستعرض نشاطها للسنة الماضية وتعبر عن مشاريعها المستقبلية. وفي هذه المناسبة كان رأينا أننا تحدثنا في لمحات قصيرة عن العمل الذي قامت به رئاسة النيابة العامة خلال السنة، وعن بعض الإشكاليات التي تعيق استعمالها لاستقلالها الكامل، وتتمثل في غياب الاستقلال المالي وغياب التحكم في الوسائل المادية للعمل بالنسبة لأعضاء النيابة العامة في المحاكم. وأيضا عبرنا عن طلباتنا بشأن تحديد بعض المحددات القانونية لتفعيل هذا الاستقلال بشكل أكثر وضوحا، لأنه أن استقلال القضاء لا يتحقق دون استقلال مالي واستقلال إداري واستقلال العناصر البشرية التي تشتغل مع القضاة وكمساعدين لهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.